تأخر علينا شوي، لكن يقول المثل ما أبطى من جاء وما أبطى بالسيل إلا كبره، واللي حجزهم عنا السيل وتمناهم من زمان يا مرحبا يا مسهلا بهلا الخرج يا هلا يا هلا حياكم الله حياكم الله. عليكم السلام الله حيهم هلا وسهلا يا هلا يا هلا يا مرحبا عليكم السلام ارحب قحطاري ونعم يا هلا وسهلا يلا حياك كيف الحال؟ ارحب يا سالم الله يبارك يا ابو غنايم شو الاخبار؟ زين حالك الله حياك مرحبا مسهلا هلا هلا مرحبا طيب الله حياك هلا وسهلا ارحب يا رجال كيف الحال؟ عساكم طيبين والله ونعم الله حيهم يا مرحبا يا مرحبا تفضلوا تقربون الطيور ترى شفقانين على شوفتها وعلى يا مرحبا يا مسهلا بعض هم ضيوف بعد ها الصقور ضيوف اي أيوة والله الصقور مع صقور ذا الحلقه ننتظرها من زمان يا سعود ما ادري انت تغلى علينا يا سعود ولا وش يا مرحبا والله مسهلا حي وحي ما جاب يلا حيهم يا هلا يا هلا صبحت برضه العافيه اخونا سعود العصيمي الله يسعدك ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله بارك الله لكم بارك الله لكم ما شاء الله جزاكم الله خير هذا فيها جير وفيها شهانه ولا ها فيها الحره اللي في الجهه اليسرى يا سلام والشاهين الجبلي هذا قرناس جبليه